السلام عليكم عرفان. وعليكم السلام أخي محمد، شو الأخبار؟ هالسنة الأضاحي رح تكون إلك، نحن أخذناها السنة الماضية وإن شاء الله يضل تعاملنا مع بعض منيح. أنا قطعت الأضحية ونظفتها وما في عليهم أي مشكلة، تفضل يا أخي. إيه أخي، قدي بيطلعوا هدول؟ هدول لازم يكفوا لسبع أضحيات. أنا في عندي إخواتي وعمتي عائشة وبنتها نعيمة، ما في داعي إنك تعدن. هدول اللي معها 35,000 بدي تنقيلي أضحيات منيحة وأنا بجي باخدهم بس تقطع. لا تشغل بالك أخي، الموضوع عندي. بدي تعطيني فاتورة، يعني مثل ما بتعرف في عالم ممكن تسرق. تفضلي اخي. ما عاد حدا يتأمن له. طيب أنا رح أوصل فيك. خلص كل شي حفظته. ايه مو مشكلة، وبكرة بجيب لك القائمة. تكل على الله. والله يعطيك العافية. جوليا، نحن من وين بدنا نجيب كل هالمصاري؟ انت ليش ما بتفتح مخك؟ شغلة اللحام بتجيب كتير مصاري. عم تحكي معي بهالطريقة بس لأنه ما معي مصاري؟ ليك عن جد هالمرة أنا ما عم بحكي شي غلط أبداً. أنت منيح بهالمهنة كتير، يعني سهل عليك إنك تشتغل فيها. أوف، بس هو معه مصاري كتير، معه 35,000. كرام؟ كرام؟ بشو عم تصفن؟ عم فكر بالمصاري، عم فكر بطريقة أجيب فيها مصاري. امشي خلينا ناكل هلأ بعدين امشي نحكي. يلا. أهلا وسهلا سيلين، تفضلي فوتي. أهلا فيكي أختي. نامت من شوي؟ عن جد نامت؟ شكرا كثير لك يا زينب، تأخرت كثير اليوم بس ما كنت أخلص شغل. بس كيف نامت؟ عمك عرفان يلي نيمها. والله خجلانة منكم، عم حس حالي تقيلة وفوق هيك عم تصرفوا علينا كمان. ما في داعي لا تخجلي ولا شي حبيبتي سيلين، هذا واجبنا. وانتي بتعرفي انه عرفان بيحب الأولاد الصغار كتير وبيحب يدللهم كمان، وانا بنفس الوقت يعني نحن عم نتسلى معه وعم ننبسط فيه. الله يوفقك يا زينب وان شاء الله بصير عندك أولاد. بما أنه الدكتور قال أنه ما عاد في مشكلة، معناتها القصة بدها بس شوية وقت. إن شاء الله يا رب، أنا ما فقدت الأمل. شو رأيك بالقهوة؟ طيبة مو؟ ليش ساكت؟ رقبتي كتير عم توجعني. شو بتحب أعمل لك مساج مثلا؟ خلص ماشي انسي، لا تساوي شي. ايه؟ نحنا بدنا نخطف بنت الجزار. شو يعني بدك تخطف فتحية؟ وأنا قاعدة عم ناقشك مثل الغبية، عن جد مجنون. شو مفكر حالك من المافيا ولا رجل عصابة مثلا؟ شو هالأفكار؟ بدك تجي الشرطة تاخدك وتقضي حياتك بالسجن؟ شو لك؟ أنت عندك فكرة أحسن من هاي يعني؟ ترك القصة علي.
يعطيك العافية عرفان. الله يعافيك أخي محمد. تفضل عود. عثمان اللي معلم روح جيبهم وتعا. تمام معلم. انت وراجع جيب معك شاي. تأمر معلم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا تفضلي. اشتريت من عندك لحمة مبارح وكانت ظريفة. كل شي عنا تازة. طيب بدي كيلو تاني من نفس النوع. تكرمي. آخ راسي. عفواً يا أنسة. أنت منيحة؟ الدواء مو معي. يا الله تركته بالبيت. أنت منيحة؟ الدواء تبعي. انتبهي. نسيت الدواء تبعي بالبيت. لازم أخده بسرعة. خلينا نوصل. يلا يلا. امسكها منيح. تفضل. يلا وين عثمان لهلا؟ مو معقول شو بيتأخر. آخ راسي. تاكسي. يلا تمام. تاكسي. لو سمحت خدني على بيت. لا تاكلي هم. أخي أنت استناني هون. رح وصلها وارجع. روح اتكل. ما بطول. دير بالك على المحل. تفضل. على عيني. طلعي. على مهلك. بس دقيقة. انتبهي. وقف. عمهلك بيتي أول طابة. على مهلك. على مهلك. يسلم. يكتر خيرك يا أخي. حاسة حالك صرتي أحسن؟ عن إذنك بس خليني أتصل بقرايبينك. أنا ما عندي قرايبي. يعني بصراحة لو ما كنت أنت جنبي أكيد كنت متت. هيك حياتي. شايف المصيبة يلي أنا فيها؟ كل مرة بصير هيك. وهالمرة أنت أنقذتني. شكراً كتير إلك. صار فيك تمشي. شو اسمه مرضك؟ صار معي حادث سير بيوم عرسي وزوجي توفى، ولتكمل بعد شهرين خسرت أمي وأبي. الله يرحمه. وبعدها صار معي اكتئاب، وقال الدكتور إنه رح صير أتعرض لنوبات هلع. وقت تصير معي ما عاد بقدر أتنفس. بحس كأنه هذا آخر يوم لإلي. ما بعرف ليش حياتي صعبة لهي الدرجة. خسرت زوجي وأمي وخسرت أبي وصرت وحيدة. ما عندي لا عائلة ولا أولاد. وحيدة على طول وما إلي حدا. مرة أرملة وبالأخير رح موت وحيدة أنا كمان. لا تخافي أختي. إذا كان بدك شيء أو احتجتي لأي شيء أو تكررت معك هالأزمة، هذا رقمي، اتصلي فيني. ماشي؟ شكرا. يلا معفاية إن شاء الله. عرفان، برافو عليكي، والله طلعتي أذكى مني بكتير. سكوت، يمكن لساته على الباب. لا تخافي، شفته إنه راح. لو تركت لك القصة كنا تبهدلنا. Thank you.
عثمان أنا في عندي شغل، خلص وسكر المحل، بس لا تنسى تنظف كل شيء قبل. حاضر معلم. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. ألو؟ مين حضرتك؟ جوليا خانم. تمام ماشي، جاية طبعا فورا. تمام ما رح طول. تكرمي. زينب، شو ما أكلتي شي لسه؟ والله ماني قدراني أكل أبداً، معدتي عم توجعني شوي. منروح الدكتور بس يجي حيعرفان. مو محرزة، هلأ رح أشرب مي مع عسل وإن شاء الله بيروح الوجع. تمام، لكن تصبحي على خير. وإنتي بخير. وينو لهلأ؟ أهلا وسهلا فيك، تفضل. أهلين فيكي. آسفة عزبتك معي، لا تضل واقف، تفضل. بيجي بوقت أبكر. أخ يا راسي. جوليا أنت منيحة؟ اليوم كتير تعبانة وموجوعة. ليش ما اتصلتي فيني؟ ما قلتلك إذا صار شيء ليلي وبيجي فورا؟ شكرا، مو حابة عزبك. لا ما في عذاب، نحن لازم نلاقي لك حل. وقت قلتي لي انك مو اكله شيء قلت لحالي هيك ما بيصير، فجبت لك هدول معي. انا تعبتك كتير معي والله. شو هالحكي؟ اولادك ومرتك اكيد بيكونوا هلا بالبيت وعم يستنوك. انا ما عندي اولاد. ما عندك اولاد؟ لا. الحياة صعبة كتير، شوف أنت ما بتجيب أولاد وأنا ما في عندي لا عيلة ولا أي حدا بالعالم. عرفان؟ عرفان؟ بشو شارت صار لك ساعة؟ ولا شيء، بالشغل. قلت لك الدنيا قاسية، بس معقول تضل محروم من الأولاد كل حياتك؟ لازم تعمل شيء وتلاقي حل، مو حلوة الحياة بدون أولاد. عرفان، حكيلي شو يلي صاير معك؟ ليك،
انت مبين عليك مو منيح، احكي لي شو زعجك بلكي بترتاح. زينب تركيني بحالي، لا تصري علي هيك، روحي نامي انا منيح. أهلا وسهلا معلم. كلهم كم يوم بس؟ لوين رايح معلم؟ عندي شغل. بعدين أنت شو دخلك لتسألني؟ مو قصدي معلم، اهتم بشغلك وبس. شو بو هاد؟ ايش شو حكينا يعني؟ الله يعطيك العافية عثمان. أهلين الله يعافيكي. عرفان معنه هون؟ لا، راح من شي نص ساعة. طيب لوين راح؟ والله ما بعرف، سألته بس ما قال لي، مبين إنه مشغول باله بهاليومين، قصدي إنه هو ما عم يضل كتير هون، وهو بالعادة ما بيترك المحل أبدا، مشان هيك أنا مشغول بالي عليه. والله أنت جايب هدول كلهم إلي؟ إيه، لأنه حابب شوفك مبسوطة. تعرف حتى أمي وأبي ما سووا لي هيك شي وقت كانوا عايشين. شكراً. يخلي لي إياك. شو كان رح يصير فيني لولاك؟ أنا ما عاد أقدر أعيش بدونك، شكراً إلك. أنا في عندي قطعة أرض ورتانتها من أهلي، أرض كبيرة، بكرة رح حاول حل مشكلتها بالمحكمة وبعدين بدي بيعها وهيك برتاح. ما في داعي تعملي شي، هاي أنا موجود معك. بس أنا في عندي مشاكل كتير غير مصروفي، في عندي أجار البيت وفي عندي فواتير الكهرباء والمي، وصاحبه بده اياهم، إذا ما دفعت رح يجي ويطالعني. قدي المبلغ؟ لا لا، ما تفهمني غلط، إذا ما مشي حال الأرض وقتها بسحب قرض. مو معقول. شو حلو، أنا حبيت ذوقك كتير، رح روح جرب هذا علي. بس دقيقتين وجاي. ليش ضليت؟ ما قلت لك بدي فوت لهون؟ ما قلت لك تروح لشي محل يا غبي؟ يلا فوت على الخزانة. يا ربي دخيلك. عرفان بيك؟ عرفان بيك؟ نعم. تقدر تجي تساعدني بالفستان؟ ايه يلا جاي. عرفان بيك؟
قدرت ارفع السحاب لفوق، معلش تشوف لي اياه؟ تمام، مشي حاله. شو رأيك، حلو؟ عن جد حلو كتير ولا بقلك. شكراً كتير. على شو؟ على كل شيء أنت قدمت لي إياه. فكر بالقصة، أنا وأنت اتنيناتنا ما عنا أولاد ومقهوري. لو كان عنا أولاد كانت رح تتغير حياتنا. إيه؟ معلم، بقدر روح لأنه إجيت اليوم بكير؟ ماشي عثمان، فيك تروح. كيف كان الشغل اليوم؟ يعني بصراحة مو كتير منيح معلم. طيب ماشي، روح الله معك. بالإذن. عرفان، أنت مالك على بعضك؟ لتكون هديك المرة هي السبب. شو شايفني ولد صغير؟ أنا ما بتورط بهيك شغلات، كيف هيك بتفكر؟ يا الله دخيلك. سيلين، خليكي نازلة لعندك. تمام. شوفي زينب، قليلي. يلا تعالي هلأ أقلك. شو صاير معي؟ يمكن أنا حامل. عن جد عم تحكي زينب؟ ما عم صدق. ايه ان شاء الله انا حامل. طيب رحتي عند الدكتور؟ حاسه حالي خايفه اروح لعند الدكتور، بس انا اشتريت اختبار حمل. ايه طلعت النتيجه ايجابيه. يا حبيبه قلبي انت، ان شاء الله الف مبروك. ما قلتي الخبر لعرفان؟ لا لا بكير، ما رح أقله هلا، رح استنى كم يوم وروح لعند الدكتور، بس لا أتأكد بالأول، ما بدي يصير فيني مثل كل مرة. والله انبسطت لك، ما عم صدق. أنا كتير مبسوطة. وأنا كمان مبسوطة، ألف مبروك. انتي كيف بكل وقاحة بتعملي هيك شيء وقدام عيوني؟ عفوا، ليش مو عم اعمل هالشي من شان المصاري؟ بعدين شو مفكر حالك، امي ولا ابي؟ مين حضرتك؟ اذا مو عاجبك قوم انقلع. تقول انا عم اعمل هالشي على مزاجي ومبسوطة، كل يلي عم اعمله خدعة، رح يعطيني 10,000 مقابلها. شو؟ شايفة تغيرت لما سمعت انه القصة فيها مصاري؟
أنا أكتر وحدة بعرف كيف أنت بتفكر، فحاجتك تمثيل. يا الله يا رب، إن شاء الله يكون صح يا رب، إن شاء الله. بكرة إن شاء الله بكرة تكون الأخبار بتفرح. بدي هالأرض تنباع بسرعة بقى. لا تستعجلي، أنت عملتي اللي عليكي. شكراً لك، يلا تفضل فوت. لا أتأخر الوقت، وهالكم يوم أنا ما رح أقدر أجي لعندك. يعني معقول؟ هذا بيتك التاني كمان. تصبحي على خير. وأنت بخير. أهلا وسهلا. أهلين زينب. شايفة شاري بدلة جديدة ولابسها كمان مشان الشغل، كان عنا اجتماع كتير مهم. بتحب جهز لك الأكل؟ لا ما بدي، أكلت من شوي. شو هاد عطر؟ هاي ريحة نسوانية بس. عرفان ما نهون؟ راح منشين الصاعة. طيب لوين راح؟ والله ما بعرف، سألته بس ما قال لي، مبين إنه مشغول باله بهاليومين، قصدي إنه هو ما عم يضل كتير هون، وهو بالعادة ما بيترك المحل أبداً، مشان هيك أنا مشغول بالي عليه. والله لا مستحيل، أنا ما لازم أفكر بهيك شغلات هلأ. يا ربي دخيلك، ليش هيك حظي؟ يعني حرام يكون عندي ولد؟ لك هاد مو المعلم عرفان؟ كأنه عم يحكي مع حاله. مصاري الأضاحي بيان شوي منه وبتخلص، مو مشكلة، قصة الأرض رح تنحل إن شاء الله. يا معلم وين رايح؟ رد علي. معقول صرت جنب المحل وما انتبهت؟ شو صاير لعقلي؟ كيف الشغل؟ الحمد لله منيح، تفضل. تتذكر هذا الزلمة اللي إجا اشترى الأضاحي؟ ايه بتذكره. بتخبرني فوراً إذا أجا. ها؟ نحن رح نشتري اللحمة منهم. لك شو صار لك؟ خير إن شاء الله. يلا ابني كمل شغلك لشوف. يا ربي دخيلك. كلي حبيبتي. صحة وهنا. طيبة؟ ألف حمد وشكر إلك يا الله، بس يعرف عرفان رح ينط من الفرحة. خالتي زينب؟ إيه حبيبتي. بس يصير عندك ولد صغير ما عاد رح تحبيني؟ شو هالحكي يا قلبي؟ أنتي رح تكوني مثل أخته الكبيرة. يلا افتحي تمك لشوف. شو رأيك بهالجاتو؟ كتير طيب مو هيك حبيبتي؟ إيه. صحة وهنا. يلا كلي هي كمان، تعرفي إني بنبسط وقت طعميكي بإيدي؟ يا روحي انتي.
يلا كملي. راحوا كل المصاري تبع الأضاحي، شو أعمل؟ كيف بدي أقدر أعيش هلأ؟ جوليا كتير رح تنبسط ورح تتفاجأ. شو رأيك؟ بشو؟ جاي عبالي أصرف هالمصاري. بلا حكي فاضي، نحن لازم نهرب من هالمكان بأسرع وقت قبل ما يصير شي. ما فهمت شو هالقوة الساحرة تبعك، خليتي الزلمة يصير بلا عقل. المهم يلا خلينا نطلع. مو هلأ، عرفان بده يجي، قال لي إنه عامل لي مفاجأة. مفاجأة شو كمان؟ يا حبيبي تخبى بسرعة، يلا تعال. عرفان أهلا وسهلا. كيفك جوليا؟ منيحة، تفضل. جوليا؟ هاد لألك وبعده رح يكون الخاتم، خاتم الزواج. تقبلي تتزوجيني؟ ايه بعرف معك حق، بعرف اني متزوج، بس بقدر طلقها فورا، خلص مليت. طبعا اذا وافقتي. شو قلتي؟ ايه عثمان خليه يستناني، وليك طلب له كاسة شاي ما رح طول. جوليا أنا حكيت اللي عندي وبتمنى تفكري فيه، هلأ صار لازم روح وبرجع بعد نص ساعة، استنيني إذا سمحتي. نحكي بس أرجع ماشي؟ يا الله عرفان، يا ترى شو عم يعمل هذا هون؟ هلا منشوف. ما عم صدق قديش زلمة غبي، انا بحياتي ممارق علي اغبى من هيك زلمة، طاير عقله فيني مو عرفان الخطة. كيف قدرتي تخليه يجيب لك ذهب؟ وقال شو؟ عرض عليها الزواج؟ الحما شو غبي؟ خلصنا سكوت بقى، بكفي، خلينا نهرب ونطلع من هون بأسرع وقت، وقال لها الغبي ما رح يتركني بحالي أبداً. طلع على هالوضع يلي أنا فيه، عن جد ما عم صدق، إذا عرف بالكذبة يمكن يقتلني بإيديه. نحن لازم نهرب من هون بأسرع وقت. أنت جايب هدول كلهم إلي؟ إيه لأنه حابب شوفك مبسوطة. تعرف حتى أمي وأبي ما سووا لي هيك شي وقت كانوا عايشين. شكراً، يخلي ليك. بدي هالأرض تنباع بسرعة بقى. لا تستعجلي، انت عملتي اللي عليك. شكراً لك. شو رأيك، حلو؟ عن جد حلو وكتير لابق لك. شكراً كتير. على شو؟ على كل شيء انت قدمت لي اياه. هاد لك وبعده رح يكون الخاتم، خاتم الزواج. تقبلي تتزوجيني؟
وانت ما عملت شي ولا حدا بيعرفك. انا يلي رح ينخرب بيتي. لك شو عم بسمع انا؟ شو هاد؟ افتحوا هالباب يا كلاب. لك هاد عرفه؟ ليش رجع؟ عمل لك افتحي الباب وليك يا حقيرة. افتحي الباب. عم تخدعوني وتلعبوا علي؟ عم تكذبي علي؟ أخدتي مني كل شي؟ لك أنا عطيتك كل مصاري، بدي خلص عليكي، أنا فرجيكي يا كذابة. معك ثانية لتفتحي الباب وإلا رح أكسر عراسك. مو عساس كان بدك ولد؟ وين الحب اللي بيننا؟ أنا بورجيكي. شو هالورطة؟ خلصيني. افتحي. حدا ما رح يروح منهم. حقيرة أنا رح أقتلك. مو أنت اللي كان بدك ولد؟ مو انت اللي جبتيني على بيتك يا عديمة الضمير؟ زينب؟ زينب أنا؟ زينب؟ لحظة. زينب؟ 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 زينب استني. زينب؟ ما بدي اسمع شي. لا تقول ولا كلمة. انت عديم اخلاق واحد بلا ضمير. انا سمعت كل شيء، سمعت كل شيء بأدني. بتحب وحدة تانية غيري؟ بدكم تتزوجوا وتجيبوا اولاد كمان؟ انا الحق علي، كان لازم افهم من زمان. انا جاي مثل الهبلة لحتى خبرك شغلة رح تفرحك كتير. زينب لك انا حامل، فهمت؟ انا حامل، سمعتني، انا حامل. قال كنت بدي خبرك خبر حلو بس طلعت ما بتستاهل. يا عديم الأخلاق، شوف شو عملت فيني، الله يلعنك. انتهى من اليوم، كل شي انتهى بيناتنا. إنساني مفهوم وبتنسى الولد كمان. انت ما رح تشوف وشي من بعد اليوم. أنا بدي أمحيك من حياتي، ما عاد في إلك وجود بنوب. زينب لمشاهدة المزيد من الحلقات، لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.